اهلا 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 بأستاذ جداوي. اهلا 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 اهلا. ده احنا زرنا النبي النهارده يا راجل، ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا، انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه. واحنا عندنا مصنع مكرونه؟ مصانع مرجان بتاعت سيادتك، انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا اهلا جداوي، معلش بقى العتب على النظر، اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصلا مش مظبوط، التكييف عندي احسن، اتفضل. اتفضل يا راجل، هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذ، اتفضل يا استاذ. هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل، انا ما بحبش قعده المكاتب، اتفضل هنا. اهلا وسهلا اهلا بيك، شرفنا حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 و10 يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ لا 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 ولا حاجه، اصل انا دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ في السيده زينب، شلاه ام هاشم. شلاه ام هاشم، انا دايما اصلي جمعه هناك. السيده زينب ده حي جميل، فيه روحانيات كده وحاجه جميله الحقيقه. دلوقتي احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه، والله بتعه. يا سلام على ده، حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه؟ 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ 6. كان الله في العون يا راجل، كان الله في العون. 6. لا حول ولا قوة إلا بالله. 6، يبقى احنا قلنا كده يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده يبقى ايه؟ 60 و60، 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام، والله يا جداوي بيه، والله ولا لك علي يمين. انا عندي عيلين خربين بيتي. دلوقتي احنا كمان دول 40 40، ايوه كده 40، يبقى كله 160,000 جنيه. 160. هو مرتب سعادتك كام؟ 3,000 جنيه. معقول 3,000 جنيه؟ هيعملوا ايه ولا ايه؟ مستعجل الحكومه دي، مش فاهم بتعمل ايه. 3,000 هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسيادتك حاجه، الواد عدي يا ابني مصروف ايده بس 3,000 جنيه. اي أيوة والله جداوي 3,000 جنيه، وعلياء 5. قال ايه؟ ايش الكوافير؟ ايش مش عارف بتعمل ايه؟ اللي عارف الحاجات بتاعه العيال الصغيرين دول. نوتي ما انا هما كان نسيت 200,000 جنيه. ايوه، وارجوك ارجوك يا مرجان بيه، عد فلوس بعد ما امشي، انا مش عارف اشتغل. انا اسف انا اسف انا اسف. هما ولادك بياخدوا دروس خصوصية؟ نحلين وبري. مصيبة الدروس الخصوصية، كارثة والله، كارثة فعلا. دول بقى ايه؟ خمسينات، خمسينات بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعة في البنك، الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطة. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقة عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانظم
انظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفة، ناس محترمين، شركه اقتصاديه محترمه، اوراقها محترمه، ما فيش غلطه واحده. يا ريت كل الشركات تحتوا هذه الشركه عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء. عربية الأستاذ عدي الجديدة وصلت يا باشا. جبتها له من المصانع أنا برضو؟ لا أصله كان عايز يركب عربية 4x4 حضرتك. خليه يركب وانبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. ما احنا بنشتغل عشان مين؟ عشان أم حسن. بس الواد عدي ده مرزق، وش السعد. كنت في العراق وأم ولدته هناك. رحت مسميه عدي. الرئيس صدام حسين طربي كان يقعد على حجره ويشتكوا. قول له هلا زبالة هلا زبالة. الرئيس صدام حسين قول له هلا زبالة هلا زبالة. عملنا شويه فلوس هناك زي الفل يا حسن. ولا لسه عليها بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا ده انا كنت في الاردن. امال ارحمها جت ولدتها هناك. سميتها علياء. الملكه علياء طارت بيها. اي والله يا حسن كنت تقعد تشتكي برضه. انت بطاطه انت بطاطه. عملنا برضه شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعه سعادتك ما هشكته كله بطاطا كله بطاطا. والمسائل ماشيه معانا ايه فله. وقريب قوي هنخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانه بعون الله. ايوه علياء، ايه مالك بتعاطي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اجيب لك حاجه. ايه ده؟ انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا اونكل، عميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابت ايه ونيرت ايه؟ اختك من النهارده موتها نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. بابا يا دكتور، فرصة سعيدة جدا يا دكتورة. يا أهلا وسهلا. بابا إيه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان أنا ابن حلال وأم عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء أختي. آه صحيح، واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضرة. الأمر يرضيك كده برضه؟ نعم. قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل يا أختك اسمها إيه؟ علياء. علياء آه. بقى أنا أدخلها جامعة محترمة وأدفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله وما تنفعيش في اي حاجه. ها اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه فاكسل؟ مايكل يا دكتور. ايه اه مايكل. تاني الدكتور مايكل. طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه هي واقفه هناك ومقطعه روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان، انا مش هسكت، انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه؟ ما كده حلو، قصدي يعني عشان نلحق نلحق البنت هناك. أنا من بكرة هعتصم لهم في الكلية، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. أه فعلاً لازم كلنا نعتصم، هي مش الدكتورة هتعتصم برضه؟ أه أنا هعتصم معاكم. دكتورة إيه دي يا ضعدية؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن. يعني إيه؟ يعني حضارة. حضارة أه حضارة. هي فعلاً أنا أول ما شفتها لقيت عندها خلفية حضارية ممتازة. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضارية، حقيقة يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء. ايوه حبيبتي. اهدي اهدي، احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا، قومنا حضرتك من على التنس، تعبناكي معانا وربنا قدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه. علياء بنتي من النوع النفساوي شويه، اي نسمه هوا تاثر فيها. رقيقه كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمه تقوم مفزوعه من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشه، اروح حاضنها على طول واحدة من الساعة على شعرها تهدى وتبقى زي الغريبة. أنا بديك صورة بس يعني، زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقة ويجيلك رعشة أروح أضبط على طول واقعد املس على شعري، هتلاقي نفسك زي الغريبه بالظبط. عدي بديك صوره يعني. مش بابا يلا يا ابني بكلم الدكتوره بتاعتك، هي اختك هتطير. سوري دكتور مايكل، you don't have the right to speak to her that way even if she has a different opinion from yours. She always disagrees with my opinion. She's a troublemaker. Calm down please. We are not here to fight.
هي الخناقة دي عشان ايه؟ عشان علياء بابا. امال ما سمعتش يعني هما بيقولوا علياء؟